اتركوا منازلكم واتجهوا للمناطق الجنوبية، فهناك توجد مساعدات إنسانية في انتظاركم. دعوة جديدة من الاحتلال الإسرائيلي إلى سكان غزة أطلقها قبل ساعات من استهداف محيط مستشفى خان يونس جنوبي القطاع. الفيتو الأمريكي يعطل مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بعد تصويت 12 دولة لصالحه، لتستمر إسرائيل في قصفها للقطاع رغم تحذير الصحة الفلسطينية من كارثة إنسانية وتأكيد منظمة الصحة العالمية أن الوضع يخرج حالياً عن السيطرة. ورغم سقوط مئات الضحايا جراء استهداف مستشفى المعمداني في غزة، فإن مستشفيات أخرى في القطاع ما زالت تواجه تحذيرات من جيش الاحتلال ومطالبات بإجلاء المرضى والمصابين منها، كما أن قائمة الأهداف شملت هذه المرة مدارس الأونروا بعد إخلائها هي الأخرى. أصداء العدوان الإسرائيلي ترددت في كل مكان في العالم، فقد اقتحم عدد من المتظاهرين اليهود بهو الكونغرس الأمريكي للمطالبة بوقف التصعيد ضد المدنيين، بينما اعتبر الرئيس الروسي بوتين استهداف المستشفى كارثة وأشار على ضرورة وقف الصراع. وفي مصر احتشدت الأحزاب المختلفة خلف دعوة رئيس البلاد بشأن رفض التهجير القسري لسكان غزة في ظل تأييد شعبي واسع للتصريحات الرئيس السيسي. كما أكد الرئيس الأمريكي بايدن أن القاهرة وافقت على فتح معبر رفح لمرور نحو 20 شاحنة محملة بالمساعدات إلى غزة. كما أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية مشاركة زعماء عدة وسكرتير عام الأمم المتحدة في قمة مصر الدولية للسلام. أما في لبنان فقد أكدت رويترز أن عدة انفجارات هزت الجانب الإسرائيلي من الحدود بالتزامن مع اندلاع حريق في محيط سفارة واشنطن ببيروت وتصدي الجيش الأمريكي لهجوم على قواته في العراق.